التونسي المقابلة البارح بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي 2-2 في المباراة، مقابلة أثار جدل تحكيمية خاصة نرجعوا لها بعد مع مختار دبوس في المافيولي. لكن قبل خلينا نحكيو فنيا على الماتش، نبدا معك مجدة، كيف شفت الترجي البارح؟ ساعة المقابلة كانت مثيرة برشا، معناتها فيها ريتم زوز فرق. ساتونيزيان لعبت بذكاء برشا خاصة شوتولاني، تقريبا الترجي عطاها الكورة، معناها عطات الكورة الترجي باش تلعب كيما تحب هي، لكن ما كانش سيطرة، معناتها كانت سيطرة عقيمة، ما خلقتش دونجي على الملعب التونسي، بالعكس الملعب التونسي كان ذكي، لعب على أخطاء الترجي التونسي الدفاعية ونجح فيها، عرف كيفاش يتمركز ويلعب الترانزيسيون، سجل زوز أهداف. وأنا نحب نحيي أمارو بكل أمانة، معناها يعطيه الصحة، معناها بعد الهدف ما حبش يحتفل، احترام لجماهير الترجي التونسي، معناها بريمون فرابو عليه، معناتها ملعب اخر نعرف خرج بالطريقه هذيك اللي وانا قلتها، ترجي وقلتها لكم الترجي زرب كي خرج أمارو، قلتها لك في الاسبوع اللي فات قبل ما تلعب الماتش. دونك احترام لجماهير الترجي، معناها موقف كان موقف معناتها فريمون رياضي يعطيه الصحه وبرافو عليه. شوتولاني ساتونيزيان معناتها يستحق التقدم نتاعو، معناها زوز اخطاء في النيفو هذايا، الاسبيرانس تعمل اخطاء ضد مستقبل سليمان بالطريقه هذيك وتزيد تعمل خطا الاولاني وخطا الثاني، هذا مش مقبول. جمعيه تلعب وتراهن باش تمشي للشامبيون دافريكا بعيد، هذوما اخطاء معناها لابد مرجعتهم. ثم الحاجه اللي حاب هنا نحب نحكي على المدرب، تو المدرب يعرف اللي الوسط التيران تاع الترجي عنده مده مش قاعد يكربيري مليح، الكوره مش قاعد تخرج بسرعه، معناها البروفيل نتاع روجي وتقى مع ديربالي مش ماشي، وكل مره وين يعمل تغييرات يتصلح مع كوناتي مع لاري عزوني. علاش معناتها تحس به عنيد، يعاود نفس الاخطاء يعاودهم بعد في الشوط الثاني يكتفي يصلح في الميدان والماتش اللي بعد يعاود نفس التشكيله ونفس هي، معناها ضد سليمان معناها تلعب باربع بيفوات وتعاود تعمل شونجمون، وشفنا كوناتي تخلو سجل، شفنا كوناتي في الزيميتون معناتها كيفاش بدل اللعب الترجي التونسي، هذا لونتيتمون نتاعو انا بدي ما قاعد متفاجئ به. بون زيميتون تقريبا الترجي سيطر على كامل زيميتون، اعتقد ان التعادل معناتها مستحق بالنسبه لزوج جمعيات، المقابله كانت متوازنه شوط بشوط، الملعب التونسي برافو عليه، معناها الشوط اللي قدمه شوط لاني نموذجي في الفريق اللي يلعب بطريقه ذكيه برشا، يعرف كيفاش يسكر، يعرف كيفاش يقف مليح، يعرف ينجح في الترانزيسيون نتاعو، خلى البوزيسيون للترجي التونسي لكن ما كانش خطيره عليه. الشوط الثاني بالطبع الترجي التونسي معناه مع تغييرات مع تراجع الملعب التونسي اللي تقريبا ما خلق حتى اوكازيون زي ميتون، تراجع على الخلف، اكيد وقت تقبل اللعب اكيد باش تقبل الاهداف. بلايلي ما تشوفش كان من الافضل يكون يتم تغييره، حسينا كان وقف في الاخر فيزيكمون البلايلي والا ما يتمسش يوسف البلايلي. شوف سي لو بلون فيزيك البلايلي ناقص برشا خدمه، هذا انا حتى من الاول حتى في التمارين شفته، مش معناتها تحس اللي هو خذا عنده امبوا زيد ماشي انه تزير وما كانش مهم مع المجموعه، وزيد خلفه معناها عرف كيفاش يوقفوا خاطر وبلادي شفنا وقت في بريميتون شافوا الوسط ما قاش روحه خاطر في الوسط فما دونسيتي برشا في الوسط التيران، دوزيام ميتون وقت مشى على اليسار كان احسن خير. بلايلي مازال خدمه برشا يتسنى فيه على سي لو بلون فيزيك، مي ديما نقول لك بلايلي معناها ديما يقعد لاعب انتو شابل سايب لونتونور باش يخرج لك قبل المعين كان يخرجوا يعرفوا كي يقف بلايلي والا يطبس مع تظاهر وقف فيزيك ما هو عشان يزيد كل واحد الرؤيه نتاعو، كاردوزو نواخر ومعين نواخر، كاردوزو ربما يشوف بلايلي حتى كي يبدا باش يفور ما يلزم سيرانجيست ولا اكسيون يعمل لك الديفيرنس، هذاك علاش ديما لونتونور يخمم على الملاعب اللي يبدا عنده بوتونسييل معناتها تكنيك اقوى من الاخرين، يحس حتى في دقيقه يجم يعمل لك يبدل لك الماتش. احمد